أكد ضابط كبير في الجيش الإسرائيلي لصحيفة يدعوت أحرانوت أن الجيش الإسرائيلي يقدر أن العملية البرية على لبنان ستكون أكثر تعقيداً من العملية البرية على غزة، معتبراً في الوقت ذاته أنه لا طريق لإعادة سكان المستوطنات الشمالية إلى منازلهم سوى إخراج حزب الله من الحدود. There's something, guys. Yeah. What? The same place. Yeah. There's something.